بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الجزء السادس من الدرس الثاني Part 6 Chapter 2 بعنوان Drawing a Pentagon and a Hexagon، سوف نشرح في المرحلة الأولى رسم البنتاغون خماسي الأضلاع، والمرحلة الثانية والخطوة الثانية رسم السداسي الأضلاع اللي هو الهيكزاغون. بالنسبة لرسم البنتاغون Drawing a Pentagon خماسي الأضلاع، هيكون عندنا كمعطى Given هو الـ R اللي هو نص قطر الدائرة. ناخذ مثال الـ R تساوي 50 مليمتر. عشان نرسم البنتاغون اللي هو خماسي الأضلاع، أول حاجة نعملها نفتح الفرجار، ده الفرجار بتاعنا، بنفتحه فتحة 50 مليمتر ونبدأ نرسم الدائرة بتاعنا. نيجي هنا في النقطة O ونرسم الدائرة بتاعنا. هنسمي النقطة دي هي تقاطع الدائرة مع المحور الأول، والنقطة A تقاطع الدائرة مع المحور العمودي. دي أول خطوة. الخطوة الثانية هنحاول نقسم الخط O دي إلى نصفين. دي عشان نقسمه على نصفين، نفتح الفرجار فتحة أكبر من نصف الـ OD. الـ OD هي تساوي الـ R. مثال قلنا ناخد 50 مليمتر، يعني هنفتح الفرجار فتحة أكبر من 50 على 2 اللي هي 25 مليمتر. ونروح نركز في النقطة دي، نركز في النقطة دي هنا ونرسم ايه القوس الأول بتاعنا، ده القوس الثاني. بنفس الفتحة نروح نركز في النقطة O ونرسم القوس الثالث وايه القوس الرابع. كده تحصلنا على ايه؟ على نقطة تقاطع رقم 1 ونقطة تقاطع رقم 2. بكل بساطة نوصل بين النقطتين وحنتحصل على النقطة C. النقطة C هتعطينا إيه؟ هتعطينا OC يساوي CD، يعني هي المنتصف. الخطوة رقم 3، ما ننسى هنا الهدف بتاعنا هو رسم خماسي الأضلاع اللي هو البنتاغون. الخطوة رقم 3، نيجي للنقطة C ونركس الفرجار ونفتح فتحة مقدار CA ونرسم القوس بتاعنا. القوس هيتقاطع مع الخط OD، هذا الخط بتاعنا OD هيعطينا النقطة E. بعد ما رسمنا أو حددنا النقطة E، نجيب الفرجار ونركزه في النقطة A. نركزه في النقطة A، هنا بنأكد على مركز الفرجار هي النقطة A، ونفتحه مقدار فتحة AE ونرسم القوس بتاعنا. القوس ده هيتقاطع مع إيه؟ مع الدايرة في النقطة B. بعد ما تحصلنا على النقطة B، ودي نقطة مهمة جدا، ممكن نقول أنه تحصلنا على أول ضلع بتاع الخماسي الأضلاع. إيه هو الضلع ده؟ هو الخط AB، ده أول ضلع بتاع الخماسي. خلاص، عملية رسم خماسي الأضلاع أصبحت الآن سهلة جدا. نجيب الفرجار ونركزه في النقطة B ونفتح فتحة BA ونرسم إيه القوس بتاعنا ده الأخضر. القوس هيتقاطع في دايرة مع الدايرة في النقطة دي، وبعدها نوصل بكل بساطة النقطة B بالنقطة دي، نقطة التقاطع، وكده تحصلنا على الضلع الثاني بتاع خماسي الأضلاع. نجيب الفرجار بنفس الفتحة. يعني ايه نفس الفتحة؟ يعني طول الضلع AB نفس الفتحة دي. ونروح نركز في النقطة دي ونرسم ايه القوس ده. القوس هيتقاطع مع الدايرة يعطينا نقطة تقاطع،
وكده بكل بساطة نوصل نقطة التقاطع دي بالنقطة دي، نتحصل على الضلع الثالث بتاع خماسي الأضلاع. بنفس الطريقة بنفس الفتحة نروح للنقطة دي ونرسم الجزء بتاعنا اللي هو هيتقاطع مع الدايرة هنا، ونوصل بكل بساطة النقطة هذه بالنقطة دي ونتحصل على الضلع الرابع بتاع خماسي الأضلاع. أعتقد هنا الضلع الخامس سهل جدا، هو بكل بساطة نوصل النقطة دي بالنقطة A، وكده انتهت عملية رسم الخماسي الأضلاع بحمد الله. بعدها هنحاول نشوف مع بعض مسألة السداسي الأضلع drawing hexagon، وهناخد الحالة الأولى اللي هي إيه؟ How to draw a hexagon inside a circle. هنا سداسي الأضلاع هيكون داخل الدائرة، وعندنا the distance across corners is given، يعني عندنا كمعطى هو الدايمتر بتاع الدائرة، الدايمتر بتاع الدائرة. نفترض أن المسافة هذه تساوي 50 مليمتر. هناخد أول خطوة نصفها اللي هي الـ R، هو نص القطر 25 مليمتر، ونروح إيه؟ راح نرسم الدائرة بتاعنا، نركز هنا ونرسم الدائرة بتاعنا. بعد ما رسمنا الدائرة ما ننسى هنا الهدف بتاعنا هو رسم إيه؟ رسم سداسي الأضلاع. بعد ما رسمنا الدائرة ودي الخطوة الأولى، هنروح نجيب إيه؟ نجيب المثلث على زاوية 60، هذا المثلث بتاعنا على زاوية 60. ممكن نضع المثلث بالطريقة دي كده، ودي تعتبر إيه؟ أو لا مش كده، ده المثلث بتاعنا 60، هذه الزاوية بتاعنا 60، ونرسم إيه؟ نرسم أول محور بتاعنا اللي يمر على المركز. بعدها بعد ما رسمنا أول محور ممكن نقول تحصلنا على أول ضلع بتاع إيه؟ بتاع سداسي الأضلاع. إيه هو الضلع ده؟ هنوصل نقطة التقاطع دي بالنقطة دي، وده هيكون إيه؟ أول ضلع بتاع السداسي. بعدها بكل بساطة هنجيب الفرجار ونفتحه فتحة مقدار الخط ده، ونركز في النقطة هذه ونرسم قوس، هذا القوس بتاعنا، القوس هيتقاطع مع الدايرة، هيعطينا دي نقطة التقاطع. بعدها نوصل النقطة دي بالنقطة دي، نتحصل على ثاني ضلع بتاع السداسي داخل الدايرة. بنفس الطريقة هنيجي للنقطة دي بنفس الفتحة بتاع الفرجار، نرسم الجزء ده ويعطينا نقطة التقاطع دي، نوصل دي بدي نتحصل على الضلع الثالث. هنجيب الفرجار كمان ونركز في النقطة هذه بنفس الفتحة ونرسم الجزء ده، هيعطينا نقطة التقاطع دي، ونوصل ايه النقطة دي بدي نتحصل على الضلع الرابع بتاع سداسي الأضلاع. ممتاز. هنا بنفس الفتحة نرسم الجزء ده ونكمل الضلع رقم 5، وآخر ضلع هنا سهل جدا، نوصل النقطة هذه بالنقطة هذه، وكده تحصلنا على سداسي الأضلاع. هنا بنأكد أن السداسي داخل الدائرة. في الحالة الثانية هي إيه؟ أن السداسي الأضلاع يكون برا الدائرة. يعني السؤال how to draw a hexagon outside a circle. ايه المعطى اللي عندنا؟ the distance across the flats. يعني ايه؟ يعني المسافة بين ضلعين، يعني هيكون عندنا ضلع كده وضلع كده، المسافة بين الضلعين بتاع السداسي دي معطى. يعني ايه؟ هنقول والله المسافة دي اللي هي القطر بتاع الدايرة مثال هتكون 60 مليمتر. هنعمل ايه عشان نرسم السداسي؟
بره الدايرة، نأكد هنا ان السداسي بره الدايرة. هتفتح مقدار 30 مليمتر وترسم الدايرة، دي اول خطوة. بعد ما رسمنا الدايرة هنجيب المثلث، هذا المثلث بتاعنا، هناخد ايه الزاوية 60 ونرسم المحور الاول، ده المحور بتاعنا الاول. الخطوة الثانية ايه؟ نفس المثلث ده بزاوية 60، ولكن هنيجي من الناحية التانية عشان نرسم ايه المحور الثاني، ده المحور الثاني بتاعنا. هنجيب المثلث للمرة رقم 3 ولكن من الناحية التانية، هذا المثلث بتاعنا، دي الزاوية 60، ولكن هنا خلينا نرسم الخط كده صح شوية، هيكون الخط لازم يكون مماس للدائرة، مماس للدائرة هنا، وهذه الزاوية ايه 60، المفروض هذه 60 وهذه 60. كويس، بعد ما رسمنا الخط اللي هو مماس للدائرة، ممكن نقول انه ده اول ضلع بتاع ايه، بتاع سداسي الاضلاع برا ايه الدائرة. بعدها هنجيب الفرجار ونركز هنا وناخذ مقدار الفتحة، هو طول الخط ده من النقطة دي للنقطة دي، ونروح نرسم القوس بتاعنا ده اللي هو هيتقاطع مع المحور الثاني، نتحصل على نقطة تقاطع هنا، ونوصل النقطة دي بدي، ونتحصل على الضلع الثاني بتاع سداسي الأضلاع. هنا تحصلنا على ضلعين. بنفس الطريقة هنجيب الفرجار ونركزه في النقطة دي ونفتحه مقدار الضلع بتاعنا، وراح نرسم القوس رقم 3 اللي هو هيتقاطع مع المحور الرئيسي، دي نقطة التقاطع. بعدها نوصل النقطة دي بالنقطة دي، وكده تحصلنا على ايه الضلع رقم 3 بتاع ايه بتاع سداسي الأضلاع. بنفس الفتحة هنيجي نركز هنا ونرسم القوس بتاعنا، القوس ده هيتقاطع مع المحور ده في النقطة دي، ونوصل النقطتين ببعض ونتحصل على ايه على الضلع رقم 4. نجيب الفرجار، نحافظ على نفس الفتحة، ونيجي نركز هنا، نرسم القوس، القوس هيتقاطع مع المحور ده في النقطة دي، نوصل النقطتين ببعض نتحصل على ايه على الضلع رقم 5، آخر ضلع بكل بساطة هنا، نوصل النقطة هذه بالنقطة هذه، وكده نكون تحصلنا على الضلع رقم 6، وانتهينا من رسم سداسي الأضلاع هيكزاجون outside a circle.